مدينة ليون الفرنسية تسبح في موجات ضوئية مبهرة تطفي على مبانيها الجميلة ألوانا مفعمة بالبهاء. انعكاسات ضوئية بتقنيات متطورة وعصرية تحول المباني الجامدة إلى لوحات بصرية متلألئة. هذا الاحتفال الفني السنوي يعود لتقليد مغرق في القدم، ففي عام 1852 اضطر القائمون على المدينة لتأجيل الاحتفال بتدشين تمثال للعذراء بسبب غزارة الأمطار بصورة غير معتادة. إلا أنه في 8 ديسمبر كانون الأول انقشعت الغيوم وصفت السماء، فأوقد السكان الشموع امتنانا أمام المنازل والمباني. الشموع تحولت إلى تقنيات فنية متطورة في الإضاءة، والمدينة لا تزال تتحول في هذه الفترة من كل عام إلى لوحة حالمة من الألوان المتألقة.